من أجل إيصال المواد الغذائية للعوائل في المناطق المحررة في مدينة الموصل، اليوم كنا وباشرنا بالفعل بإيصال المواد في حي التأميم والأخاء، وبصحبتنا 2000 سلة غذائية من وزارة الهجرة والمهجرين، وسبقتها قبل أيام إيصال المشتقات النفطية باعتبارها المنطقة حررت للتو، لذلك وجدنا من الضروري تواجدنا في هذه المنطقة، وبتوجيه من معالي السيد الوزير والسيد رئيس غرفة العمليات اليوم بالتنسيق مع جهاز مكافحة إرهاب الأبطال وصلنا إلى منطقة التأميم، ومشمولين هذه العوائل بالمساعدات عن طريق البطاقة التموينية وعن طريق الوكلاء الموجودين في المنطقة.